يا حاج. الله يعافيك. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ محمد نعمان سيد احمد الحسيني. اهلا وسهلا فيك. احنا برنامج حلها وحللها، بدنا نسالك سؤال. طبعا البرنامج برعايه شركه ليزر ساوند الانتاج الفني. بدنا نسالك سؤال، الجائزه عليه 400 شيكل. جاهز يا حاج؟ ان شاء الله. قول بسم الله. بسم الله. سؤال بيقول اين يقع قصر هشام؟ مبروك مبروك. نتعرف عليه. انا بعرف لك السؤال والجواب. انا بعرف لك السؤال والجواب. لحظه يا شباب شباب. اهدوا يا شباب. هو سألك انت يا عمي. هو سألك انت يا عمي. بيسألني انا ولا انت؟ بيسألني انا ولا انت؟ بيسألني انا ولا انت؟ اسمع. انت السؤال لي يا اخي هذا كيف تعطيه مصاري؟ وانا انا سالتك انه بتعرفه. قلت لك مش من عندي هذا بعرفه شيء. لحظه شوي الحين بنحل الموضوع. نتعرف عليك. من جد الايمر من الخليج. ايش؟ من جد الايمر من الخليج. حياك الله. شو شعورك لما ربحت 400؟ والله كيفت. ما لوش جواب. السؤال لي وجوابي لي. السؤال لي وجوابي لي. انت بتعرف الجواب؟ اه طبعا بعرف الجواب. وين؟ ريحه. شو وين الجواب يعني؟ ما احنا اولاد صغار نروح نعرف ريحه يا حبيبي. خرجونا اياه ونروح على سياره يا حبيبي. هذا جواب الي. هذا جواب الي. قال الي بسالني انا يعني. روح 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 جيب لي الشرطه. لا ما نجيبش الشرطه. طول بالك. انا سالته سالتني انت. حلو. ليش جاوب؟ طب لو 200 شيكل لك. 200 شيكل له. بكره في الليل. بكره في الليل. وين بكره في الليل؟ بكره في الليل بالجهور. حد يا ما فيش شيء اسمه يا حبيبي. انت قلت اول شيء انت سالتني شركه. اسمع على سلام. صلاه النبي. الف سلام علينا النبي. اعطيني 200 وخذ. والله بلاقي بس افتحناش اليوم. افتحناش اليوم.